نحن اذا ما وصلنا حقنا وما وصل حق هالمستشفيات يعني مهددين المستشفيات بالتسكير ونحن بالهجره وما بعرف لمين بيبقى المريض بلبنان. جايين من طرابلس شكل في صندوق النقابه، صندوق كل النقابات فعليا يلي هو علقان، وهيدي مصاري ما كان بحق للبنوك تلعب فيها ولعبوا فيها. سو نحن فعليا في كتير مشاكل مع المصرف، بس اهم وحده لنا كحكومه هي انه كل شيء عم نقبضه فعليا شيكات ان كانوا من وزاره الصحه، بدنا ننطر 6 شهور بالبنك لنقدر نقبضهم، خصوصي انه هول جاي من وزاره الصحه يعني من الدوله لعند الدوله. بعدين نحن اذا بدنا نسحب شيء من مدخراتنا بالبنك ما فينا نسحب الا بليميت محدد، لا بدي سكر عيادتي، سكر شغلي وانزل اسحب المليون ليره، اذا دقوا لي عندي حالي طارئه بدي 2 مليون لعبي سيارتي، كيف بدنا نامن الاستمراريه نحن؟ الي 30 سنه نيرس، المعاش بعده هو ذاته ما زاد شيء، صرفنا كل مدخراتنا واللي عنده شيء بالبنوك علقت واخذوها سرقوها. نحن بسعيد عكار الناس وضع كثير متدني وكلياتهم فئات شعبيه وعسكريه. ونحن بنطالب كحكمه بطبابه عامه استشفاء ببلاش لكل الناس. بنطالب الافراج عن اموال المستشفيات لانه حاجه اولويه المريض. ومساعده المستشفيات من قبل وزاره الصحه الدوله لانه وحدهم ما بعرف يقلعوا. نحن اذا صرنا برا مين بيهتم فيكم؟ هن اذا هن سخنوا مين بيهتم فيهم؟